بظل وسائل التواصل الاجتماعي وبعالم أصبحت بتحكم الصورة اللي معظمها مستورد ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وإن نحن من البرامج الدعايات الصور والرسائل المبطنة اللي بتلقاها أبنائنا. ترقبوا مشاهدينا حلقة خاصة حول الرسائل الخفية ببرامج الأطفال اللي بتستقبل فيها نور الشباب المعالج النفسي بولين الكلاسي والأستاذ الجامعي توني أوي اللي رح يضووا على هالموضوع بالأوقات التالية.